واحد يشوف واحدة وعجبته، بيبدأ يبعت مرسال لأهل العروسة. كنا بنبعت مرسال اللي هو أخت والأب والعمة والخالة والعم والخال للاختيار. جه أبويا راح لجدي كان شيخ بلد، قال له البنت بتقدم لها الشخص ده، قال له على خيرة الله. خلاص أدام قال له على خيرة الله يبقى هو، إن شاء الله يكون فيه إيه. خلاص شختك بختك بقى، يطلع زين يطلع شين، هو حظك كده. بنروح بنتكلم على العروسة في الأول، وبعد كده بيتفقوا اتفاق على قد إيه شبكة وقد إيه مهر. ذكريات جميلة. فاكر لما رحت لأبوك وما رضيش؟ ما انتوا كنتوا جامدين بقى. لا أبوك رضي ولا أبويا رضي. عشان انتوا كنتوا جامدين تضربوا النساء. وأنت راجل جيجي 10 عرسان قلت لأ، وأنا عرضوا عليا 20 عروسة أنا قلت لأ. لا فاكر ليلة ما أنت جيت أول مرة وكان في عريس قاعد جاي يخطبني؟ لا كنت هضربه ليلتها. على بركة الله، توكلنا على الله ونور الفتح. قعدة اتفاق على المهر. كان الأول مهر، المهر بيستلمه أبو العروسة، بيجيب تقريبا كل حاجة، يعني العروسة ما تتكلفش جنيه من جيبها، المهر قد كده بيجيب في حدود المهر. تم دفع المهر وكان 5000 جنيه، كان بموازي نصف الدان أرض. دفع المهر 70 جنيه، جاء منهم ب 55 جنيه، ده من ضمنهم الخشب والموال والحلل والطشت النحاس والموال ده. ما كانش فيه طبعا بتاع الميلامين والموال، الكلام اللي طالع النهارده والنيش اللي بيخرب بيت الناس النهارده ده. والدي اتفق مع والدها على مهر 40 جنيه. ال 40 جنيه دول كانوا بيجيبوا السير ودلاب وحلق والتنجيد وحاجه زي كده. انا شخصيا جبت سفره انتريه صالون اوضه نوم، وانا اشتريت التلفزيون، وانا اللي اشتريت البوتاجاز، وانا اللي اشتريت الثلاجه. انا اللي عملت كل حاجه تقريبا. عش الزوجيه الزوج هو اللي بيقوم بيه من الالف للياء. احنا على ايامنا كانت اوضه ونجيب سرير ودلاب وكنبتين، وكانت جوازه عسل. الايام دي بيجيبوا 3 اوض وشهر عسل ويحجزوا نفسهم شهر فوق، وان امه ما طلعتش حلوه وتخدمها وتطلع لها الفطار يتعزل. يبقى سلامتك يا دماغي، يبقى مين الافكه؟ جيلنا. جبت لي انتري. الله بقى كان ساعتها ايه؟ انتري كان حاجه كبيره، كان حاجه فرحه كبيره ساعتها. وسجاده في اوضه الانتري، وسجاده احنا عمرنا ما قعدنا عليهم، ما كناش فاضيين نقعد عليهم، ما كناش فاضيين. لا انت كنت مشغول مع ابوك في السوق وانا ماريه في الشغل في البيت. انا عارف جاب حشته، هو جاب حشته واحنا جبنا حاجات. جاب لي كنيش، كل واحد بيجيب حشته. جهازي انا كان محمل يمكن 4 عربيات. طب والله كويس انت بتنا زمان. جهازي كان بابور وحبيبه حلة ومرتبه. لا يومين، انا متجوزه من 20 سنه. وقلتي وزي انا كان على ايام جبت كل حاجه. ايامها غير ايام، جبت بيريكس وجبت اخروال. لا يا اخي ده متجوزه لا 20 سنه ولا ليها 3 سنين. ايامها غير ايام. انا جايبه كل حاجه في جهازي، وجايبه الصيني وجايبه الملامين. وانت جابلوك ايه؟ دخلت انت في الايام الحلوه. احنا دخلنا في المراتب ام جاش، نجدوا لنا المراتب. لا انا جبت انا منجد لي مرتبتين كبار. كانت الامور عاديه جدا وكانت سهله جدا عند الوقت، يعني الوقت اللي في عمليه الخطوبه نفسها، وازاي ان الواحد يروح يقابل ابو العروسه، وكانت الامور كلها سهله كان عند الوقت. جابولي ايه الذهب؟ جابولي 700 جنيه، جابولي فستان ودبله، وابويا جابولي فرش. فرش ايه يعني؟ مرتبه وسرير بس. كان على ايامي بقى ده من 33 سنه. احمد ربنا انت جبت يعني. جابولي برده بس مش قوي زي دلوقتي على جد. ما كانش فيه شبكه خالص. دلوقتي في الثمانينات اتنقلت مرحله الشبكه. فاكر جبت لك ده قد ايه؟ هو انت اللي جبت لي؟ ابويا اللي جاب لك. ما احنا ساعتها كل حد يقدر يعمل حاجه من غير ابوك، كان كله هص هص. فاكره 53 جرام 53 سلسله بتتفتح وتتقفل، وغشتان وحلق ربع جنيه وخاتم ودبله. يعني انت عفريت خلاص فاكره كل حاجه. روحنا جارينا الفاتحه ما شفتهاش، جينا في الموسى روحنا الدار كلها، روحنا وقعدنا شربنا شاي طول الليل وناكل زداني عشان اديها جيني موسى، وضربوها وجابوها عشان تيجي تاخد الجيني. انما النهارده قبل الخطوه تقول لك هات الموبايل تاتش. حنا يا حنا يا حنا يا قلب النبات.
بيت ابوها ضيق يعملوها في الدوار، في الدوار بقى، وكانت فيه مثلا طبله او جردل. الستات كانوا بيغنوا بقى دوسي يا العروس على البساط، ودوسي انا بتحبيه ولا لا، اهو جالي كم الكلام اللي هو ده بقى مش حافظينه احنا دلوقتي. الستات اللي موجودين يعملوا لها هيصه وزنبليطه، وكان كل الات الهيصه كان عباره عن طبله، الطبله اللي هي العاديه دي. قعدوا يرقصوا ويغنوا وزوقتي في البيت. انت ما جبتليش كوافير في الحنه؟ لا، في الحنه زوقتي في البيت. مرات ابن عمتي اللي زوقتي. في البيت. مرات مجد ابن عمتي هي اللي زوقتي. اصلا كان في كوافيرات، ده انا اللي اخترعت كده ساعه ما خدتك. مش انت بقى كنت فرحان اللي انا رضيت بك؟ اللي انا بقيت طاير من الفرحه والله. بياخدوا الاسبوع اللي هو فيه المشطه شغاله دي كلته اغاني بيقولوا عليها تحنين. بيحننوا يا عروس مش عارف ايه، خلي حته متذكر يا عروس بفتكر، بخلي ده دي الاغاني العريس بفتكر، خلي حته متذكر يا مهلبيه. يا كانوا بيقولوا كلام كنا بنبكتوا بعض كبلاه، هم يقولوا الشاب هب هاد المصطبه وانا نقول الكرنب عايم على الميه. ولازم الجاره تجامي. يعني ايه تجامي؟ لازم تروح وترقص. فاكر خالتك هانم لما رقصت في الحنه بتاعتنا؟ كان نسوان بقى اللي بترقص ساعتها، ما كانش فيه شباب الكتير قوي ديك، ما كانش فيه دي جي. العريس ما زال بيلبس الجلابية الصعيدي والشال وبشكله التقليدي، لسه ما زال الناس محتفظين في ريف صعيد مصر. وفي وجه بحري إلى حد كبير بعض القرى ما زالت محتفظة بالجلابية البلدي اللي بيتم تفصيلها خصيصا عند الترز العربي. فالعريس طبعا بيروح يفصل هدومه من قبلها بفترة عند الترز العربي، فبيكون الجلابيه ام قطان ليها شكل معين بالسديري، حتى كمان الملابس الداخليه كانت بيتم تفصيلها. حتى اللبس في العريس كان بيختلف. بيختلف طبعا. دلوقتي طبعا بدله، الاول كان ايه؟ الاول كانت جلابيه مقطع اسمه مقطع الشعراوي والحري. كان المقطع ب 60 سام، وكان الخياط ياخد فيه 10 سام. ده كان مقطع، وكان بقى الناس اللي هي بعد الطبقه الاولى والمتوسطه يجيبوا بقى بين الصوف. البين الصوف ده كان مثلا الخياط ياخد فيه 40 جنيه بعد ما يشتري الحاجات بتاعته اللي هو القطان والحاجات دي، كان ياخد اجرته مثلا 40 جنيه. ده كان بيقعد فيه 10 ايام اللي ده بالنسبه للعريس. في القفطان الصوف تحت منه بقى، وكانوا بيعملوا عليه قفطان، وتحت القفطان سديري. ده الناس القادره، الناس اللي مش قادره بتعداها باي حاجه. مقطع شعراوي، انا لو طولت النهارده المقطع الشعراوي ده اخده 300 جنيه. انا راجل لازم افصل بدله، وفعلا فصلت البدله كامله. البدله دي كانت مكلفه كده، يعني ما كانتش جايبه بتاع حوالي 50 جنيه. القماش بتاعها بتفصلها بكله من عندنا بالترزي. الغرض اخذوا البدله ديت وراح عنده في البيت، واللبس الداخلي وكله، عشان خاطر استحمى هناك عنده واطلع من عنده بزفه. الان طبعا لم يعد هذا الامر قائما في معظم البلدان، والشراء الملابس الجاهزه. واحيانا بعض للاسف الريفيين تخلوا عن زيهم الريفي ليرتدوا البدل الجديده، كان ده نوع من الحقيقه الانتماء الطبقي المختلف. الترزي لم يعد له هذا الدور الكبير اللي كان موجود، وانسحب دوره كما انسحبت بعض الادوار زي ادوار الحلاق القديمه، انسحبت ولم تعد موجوده بالشكل المعتاد. وبقى الكوافير او يعني الرجالي او الحريمي يعني هو اللي بيقوم بهذا الدور.